اهلا وسهلا بكم جيمرز يوتيوبرز. مزيد عن الاخبار عن فيديوهات من فيك باي باي. بس انا عايز السيد ويلن جسر اعلي بده يختم عشان يقدر يسرق لها هيدا ويقدر رايح، بس ما حنخليه ساعتي الجديده. في عنا هون فالوت 4 بيبوي اديشن. شكر كثير كثير كبير لبلوتو جيمز لانه عطينا هيدي لنقدر نفتحها ونفرجيكم اياها ونفرجيكم شو في بقلبها. مثل ما بنعرف فالوت 4 بتصدر ب 10 نوفمبر وهي واحدة من اكبر الالعاب اللي حينزلوا هالسنه من بيثيزدا. بالضبط. فنحن كثير متحمسين انه عندنا هيدي العلبه هون. يلا بينا نفرجيكم اياها. وزي ما انتم شايفين طبعا ان هي على الاكس بوكس 1 لانه عندهم معاهم مش حصريه بس ديل زي ما بنقول. نعم ديل. بالضبط. احنا على فكره بنرمي دول اسرع حاجه بقى. فاول شيء بتلاحظوا انه معموله كانه بقلبها خزنه او صندوق، ايه او انه بقلبها يعني سلاح او شيء كثير حلوه. اوكي. من قدام فيكم تشوفوا اللوجو ومن ورا يعني في اشياء وفي فوق لوجو على طول. ايه وفي فوق لوجو، بس انه كل شيء مكتوب على طول بنفس الحس الفكاهي اللي بنعرفه من فول اوت. هلا لما نفتحها فيك تساعدني بس افتحها لل ترى بتبين السقعه. ايوه. فهلا حاجه لمت اللعبه. هلا خلينا نبلش بالصغير بعدين ننتقل على الكبير. ما أيوة. هيك؟ ايوه بالضبط. فاول شيء هون من فوق في اكيد الغلاف المعدني للعبه. كثير حلو. وعليه من قدام ومن ورا الخوذه تاعت الشخصيه الاساسيه اللي نحن بنلعب فيها اللي هي بيستعملها ليقدر يعيش اكثر بالحاله النوويه اللي هن عم يعيشوا فيها. اوكي. بقلب الغلاف بتلاقوا سيزن باس اللي بيعطيكم كل المحتوى الاضافي، وكمان بتلاقوا فيها خريطة. لا يعني تعول التعليمات، تعول كيف فيكم، شو هي الازرار، شو بتعملوا هيك اشياء. وكمان بتلاقوا فيها بوستر كثير لذيذ عن فولت بوي اللي هو الشخصيه المعروفه كثير من سلسله فول اوت. عم بيعمل اشياء بتضحك. اوكي. من اللعبه وهدول يعني حنفرجيكم اياهم كلياتهم كلوز ابس عن قريب لتشوفوهم. فهذا بيجي بقلب السي دي وغيره يعني مع الغلاف في دفتر تعليمات. اوكي. واكيد مثل العاده كل هدول الاشياء العالم بتجيها لون 100%. هو على فكره لو كان حد عنده غيرك كان ما تكلمش كل ده عن اللعبه على فكره. انا بحبه لانه عن جد يعني بحس انه يعني بيعطوك اكثر انه انا اقول حاجه و... انا هقول حاجه الغلاف الفولاذي ده حلو قوي على فكره، او ستيل كيس شكلها حلو قوي بجد، يعني من الستيل كيس القليلين اللي انا ممكن احتفظ بيهم واخليهم لان شكلها فعلا حلو قوي. يلا بقى نتكلم على الوحش الكبير. اوكي. الوحش الكبير مثل ما سميه علي اللي هي ساعة بيب بوي اللي بيستعملها الشخصية الأساسية بألعاب فول اوت ليقدر يتبع هو شو في معه أغراض بالحزمة تاعته. بالظبط. وغير هيدي، والحلو إنه فيكم تفتحوها أنا بقى لعساتي وتحطوا الهواتف الذكية تاعتكم هون اعتقد من ايفون 5 لايفون 6 مفروض. وحتى الجالكسيز الجالكسي اس 3 بالضبط. وحط لك كفرات معهم كمان. ايه وحنفرجيكم هلا كيف بيصير شكلها لما تحطوا تليفون فيها. اوكي. وفيكم تلبسوه على ايدكم مثل ما حيلبسها هلا علي ليفرجيكم. فهيك بيكون شكلها الساعه. واكيد فيكم تنزلوا التطبيق تاعو البيب بوي اللي بيحط لكم كل شيء عم تعملوه، كل البروجرس او كل التقدم مع اللعبه تاعتكم على البي سي او بلاي ستيشن 4 او اكس بوكس 1 لا تقدروا تشوفوا التقدم تاعكم وتشوفوا كمان شو في معكم بقلب الحزمه تاعتكم. وشو هي الستات تاعكم، قد تقدمتوا بالكاريزما، قد تقدمتوا باللوك، وكل الاشياء المختلفه كمان اللي في عندكم اياها. طبعا هو الجدير بالذكر انه الزراير دي ما تعملش حاجه على فكره. بلا بتضوي لحظه ليك. اوكي. بس انه غير هيك يعني هي بس فكره انه هدول كل الزرار ما بيعملوا شيء. بالضبط. بس انه كل الشغل بيكون على التطبيق يلي حاطينه بقلب الساعه. بالضبط. فهلا خلينا نفرجيكم كيف بيكون شكلها لما يكون بقلب الهاتف الذكي تاعكم. هلا لنفرجيكم كيف فيكم تحطوا الهاتف الذكي تاعكم بقلبها وكيف بتبين لما يكون في كمان الابلكيشن دايرة. فاول شيء بيجي معها للعبه، بيجي معها للعلبه عفوا، هدول الفوم كيسز لا تقدروا تحطوهم حول التليفون تاعكم لتقدروا لتحموه من كل الخربشه تاعتها للعبه للعلبه قصدي عفوا. فنحن عم نستعمل هلا الايفون 6، في عندكم كمان كل شيء يعني من الجالكسي اس 3 للاس 4 للايفون 6. الايفون الوحيد اللي ما بيصير فيها هو ال 6 بلس او ال 6 اس بلس لانه بيكون كثير كبير، بس كل تليفونات الهواتف الذكيه الثانيه بيصيروا فيها. فلازم تحطوا الفوم حواليه وبعدين بنفتحها
ممكن تحطوه هون. اكيد لازم تكونوا قبل محملين على تليفونكم تطبيق بيب بوي اللي هو هيدا. فخلينا نحط الهاتف بقلب الساعة. من بعد ما تكونوا حطيتوه بدكم تغطوا الشاشة تاعيته باستعمال هيدا. وبعدين بتسكروا عليه، فبصير في عندكم اياها بهالطريقة. على الهاتف حيسألوكم إذا بدكم تستعملوا الشاشة كلياتها ولا بس الشاشة تاعت الجهاز تاعو البيب بوي، فأكيد نحن حنحط إنه الجهاز تاعو البيب بوي. ومن بعد ما تكونوا حطيتوه فيكم تكبروا وتصغروا الشاشة مثل ما بدكم وتحطوها بطريقة إنه تكون مبينة بقلب الفريم أو الإطار هيدا، وتحطوا سيف أند كونتينيو. بعدين بيسألكم إذا أنتوا عم تلعبوا على البي سي بلاي ستيشن 4 أو إكس بوكس 1، وبتنقوا انتوا الجهاز اللي عم تلعبوا عليه، وحسب هالشي بتلاقوا الجهاز تاعولكم وبتقدروا تتواصلوا معه ليتواصل على طول ويعمل ابديت هون لكل البروجرس تاعولكم. فهيك بيكون شكلها البيب بوي لما يكون في قلب الهاتف الخلوي، وحنفرجيكم بفيديوهات بالمستقبل كيف تتواصل مع اللعبه وكيف بكل تقدم تاعولكم بيكون محفوظ هون. فزي ما انتم شفتوا دي محتويات بيب بوي اديشن بتاعت فول اوت 4. طبعا اللعبه هتكون متوفره ابتداء من 10 نوفمبر في الاسواق على البي سي بلاي ستيشن 4 اكس بوكس 1. ايوه، ومثل العاده نحن لانه هي لعبه كبيره ونحن كثير متحمسين عليها حنعمل بث مباشر بنهار 10 نوفمبر على الساعه 6 بتوقيت السعوديه، فخليكم متابعين قناه اليوتيوب الخاصه فينا، وحنحط لكم الرابط باسفل الشاشه لتقدروا تتابعونا وتشوفونا عم نلعب اللعبه. وزي ما انتم عارفين للمزيد عن الفيديوهات انبوكسنج او العاب فول اوت 4 او العاب ثانيه كثير، انتم موجودين في المكان المناسب. IGN الشرق الاوسط.